كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد هذا اليوم في زيارة للمملكة لحضور التمرين البحريني الإماراتي المشترك لمكافحة الإرهاب جلمود 3. وقد رحب جلالة الملك المعظم بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأعرب عن اعتزازه بأواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة وبما وصل إليه التعاون والتنسيق الثنائي الوطيد من مستوى متقدم ورفيع على كافة المسارات والمجالات تحقيقا لكل ما فيه الخير والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين. وأشاد جلالته بالمواقف المشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبدورها المهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ونشر السلام في المنطقة ودعم منظومة العمل العربي المشترك. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عن سعادته بزيارة بلده الثاني مملكة البحرين ولقاء أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مؤكدا متانة الأواصر الأخوية التي تجمع البلدين وخصوصياتها والحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها في مختلف جوانبها. كما وكان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأصحاب السمو ومعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين وأصحاب المعالي وعدد من المستقبلين. بعدها تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بزيارة لمعرض البحرين الدولي للطيران 2022 في نسخته السادسة التي تستضيفها المملكة، وانطلقت فعالياتها يوم أمس الأربعاء في قاعدة الصخير الجوية. وفي مستهل الزيارة قام جلالة العاهل المعظم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة،
حيث اطلعوا على أحدث إنجازات الشركات والمؤسسات الوطنية الإماراتية التي تعرض مجموعة من المشاريع المطورة في مجال الطيران. كما اطلع جلالة الملك المعظم وسمو رئيس دولة الإمارات وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أجنحة الدول الأخرى المشاركة، وتبادلا الأحاديث مع رؤساء وممثلي الشركات والجهات العارضة حول التطورات التي يشهدها قطاع صناعة الطائرات بأنواعها المختلفة وأحدث الابتكارات في تقنيات الطيران المدني والعسكري، إلى جانب التعرف على أبرز خطط وبرامج التحديث والتطوير التي تجريها الشركات العالمية في هذا القطاع. ثم شاهد عاهل البلاد المعظم وضيف البلاد الكريم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء العروض الجوية المصاحبة للمعرض، وشارك في العروض الجوية عدد 100 طائرة تقريبا من مختلف أنواعها التجارية والعسكرية في العرض الثابت والعرض الجوي، من بينها طائرات عسكرية من سلاح الجو الملكي البحريني والقوات الجوية البحرية الأمريكية وسلاح الجو الملكي السعودي وسلاح الجو الإماراتي والقوات الجوية الباكستانية لأول مرة، التي قدمت عروضا امتازت بالكفاءة والقدرة وحظيت بإعجاب الحضور. هذا وقد رحب حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه بضيوف البلاد وكبار المسؤولين والمشاركين من مختلف شركات الطيران المدنية والعسكرية والعارضين والمهتمين بعلوم الطيران، متمنيا لهم مشاركة مثمرة في هذا المعرض الذي يمثل منصة عالمية حيوية ومهمة لقطاع الطيران للاطلاع على التقنيات الحديثة في هذا المجال وعقد الصفقات وتبادل الأفكار والتجارب. وأعرب جلالته عن شكره وتقديره لكل الجهود المثمرة التي بذلت في الإعداد والتنظيم لمعرض البحرين الدولي للطيران ليحافظ هذا المعرض في نسخته هذا العام على مستواه المتميز، والذي جعل منه محطة مهمة على خارطة معارض الطيران الدولية. وخص جلالته بالشكر سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وأعضاء اللجنة على عملهم الدؤوب، معربا في ذات الوقت عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها قوة دفاع البحرين وسلاح الجو الملكي البحريني وكافة الجهات المعنية، بالإضافة للكوادر البشرية والمهنية التي أسهمت في إنجاح إقامة هذا الحدث العالمي على أرض المملكة. وأبدى جلالته إعجابه بالعروض الجوية التي عكست قدرة وكفاءة الطيارين المشاركين، وبما شاهده من تنظيم متميز ومشاركة واسعة من قبل الدول الشقيقة والصديقة وكبريات الشركات العالمية الرائدة في قطاعات الطيران والفضاء. وأعرب جلالته عن الفخر والاعتزاز بالإنجازات الحضارية والإنسانية التي تواصل تحقيقها مملكة البحرين بفضل سواعد أبنائها الذين أثبتوا جدارتهم في جميع الميادين وأسهمت كفاءتهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية الشاملة. وأشاد صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمستوى تنظيم المعرض، معربا عن تمنياته لمملكة البحرين التي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية باستضافة هذه الأحداث الدولية النوعية الكبرى.